الى جنب وريسون عفون، يخلي الكره للبليلي ينفذ، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 10 من الشوط الثاني، يعني دقيقه 55 في المباراه. الهدف الثاني قلت لبليلي يحظق تنفيذ مثل هذه المخالفات، وبالفعل غلط الحارس حمدي القصراوي، يوسف البنيلي يضيف الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. اذا دقيقه 55 في المباراه، الهدف الثاني امامكم، الاعاده، اريسون فول يخلي الكره والبنيلي يسدد كره قويه وتصطدم بالعارضه الافقيه ويكون مآلها شباك، والهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق الجزائري